طيب خلي معي على الهاتف استاذ عصام الزامل، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور وحياكم الله ومرحبا بالصديق عبد الحميد والصديق برجس البرجس. اول شيء مبروك يا عصام، يعني الحقيقه لك شكر كبير على يعني تبنيك لهذه القضيه منذ زمن. كان ودنا تكون معنا في الاستوديو عشان نحتفل معك سويا. ودي أسمع يعني شعورك ورأيك بعد أن سمعت هذا القرار وأصبح واقعا. أول شيء طبعا مبروك لكل المواطنين، كل السعوديين بدون استثناء، حتى تجار الأراضي. أنا أعتقد أنهم في وقت لاحق بيكتشفون أنه هذا القرار ليس بالضرر، يعني ما بيكون له منافع أخرى لهم، ما راح يعني بغير ما توقعوا إن شاء الله. لكن طبعا نبارك لكل هذا القرار، واعتقد انه اول خطوه حقيقيه لاصلاح او للانهاء ازمه الاسكان. يعني قرار كنا ننتظره من فتره طويله جدا، واعتقد انه يعني خلاص وصلنا الى مرحله جربت فيها تقريبا كل الحلول ووصلنا لطريق مسدود. فواضح انه جوهر الازمه اللي كنا ننادي بانه هو الجوهر اللي هو احتكار الاراضي ليس له حل إلا كسرها من خلال رسوم الأراضي. نعم عصام، إيش أكثر مخاوف يعني تخيفك أنت كمتبع لهذا الملف بعد تطبيقه، يعني من خلال قراءتك مثلا للبنود أو والله شوف، يعني كان في تخوفات للقرار لما راح مجلس الشورى، كان في بعض النقاط اللي تفتح المجال واسع للأخطاء ولإفشال هذا القانون، مثلا موضوع الرسوم الثابتة، وجود لجنة تحدد حجم الرسوم، يعني كان في مجال هامش للتلاعب وربما حتى للفساد. لكن الحقيقة يعني أعتقد أنه مجلس الشورى يستحق الشكر، عدل تعديلات إيجابية ومهمة، والآن عندنا إطار عام للقانون، يعني زي ما تقول إطار بلا حدود، يعني يغطي كل شيء تقريبا بدون استثناء. التخوف الآن أنه يجي أطراف أيا كان المسؤول عن صياغة اللائحة النهائية ويضعف تأثير القانون من خلال وضع استثناءات، تقليل المدن اللي يغطيها، عدم شمول كل الأراضي. فهذا التخوف الوحيد، ولكن يعني حنا ما انتهت رحلتنا مع رسوم الأراضي وكسر احتكار، ما انتهت بفرض القانون اللي صار أمس. احنا باذن الله كل الشباب يعني بنستمر في متابعه الموضوع ويعني والضغط عليه اعلاميا للتاكد انه فعلا في تحرك عملي حقيقي للقضاء على عمليه الاحتكار برمتها. تجاره الاراضي بذاتها تجاره غير نافعه، يعني الاراضي يفترض ان تشترى لتطور ويبنى عليها وليس ليحتفظ فيها تكون مخزن الثروه. فحتى بعد خروج لائحه تنفيذيه راح يعني يشوفوا شنوع اللائحة، ولاحقا يجب متابعة حتى تحصيل الرسوم. يعني إذا كنا نعلم أن قيمة الأراضي الموجودة البيضاء حوالي 3000 مليار ورسومها قد تتجاوز 75 مليار، سنعلم يقينا أن هناك خلل لو تم جمع 5 مليار أو 10 مليار، معناته أنه في خطأ، وخطأ قد يكون استثناءات غير عادلة، قد يكون عدم تحصيل وعدم جدية، قد يكون فساد، الله أعلم. ولكن ميزة هذا الرسوم على عكس كثير من القوانين الأخرى اللي صعب متابعتها ومراقبتها، هذا القانون ميزته أنه من السهل جدا متابعته ومراقبته شعبيا. لذلك حتى لو كان في محاولات لإفشال القانون، نتمنى ألا تحدث وأن كل مسؤول يتحمل مسؤوليته ويعمل على إنجاح القانون، حتى لو كان في محاولات لإفشاله فسيكون الجميع لها بالمرصاد بإذن الله. نعم شكرا لك.